السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بالدرس 12 بالجيتار الكلاسيك. واليوم درسنا رح يكون ممتع، نتعرف فيه على الكوردات الماجور والمينور اللي هي المسكات اللي بيمسكوها بالجيتار، وبالإضافة لذلك ناخد كمان رشة مشهورة بالإيد اليمين إيقاعية. بتصير بقى فينا إذا مسكنا هاي الكوردات ورشينا بهاي الرشة انه نحن نمشي ايقاع على الجيتار، او اذا واحد مثلا بده يدق كوردات ويغني. نبدا اول شيء بكوردات الماجور اللي هي كوردات الصيغه الكبيره. الفرق بين الماجور والمينور باللحن وبالصوت وبالسكيلات السلالم انه السلم الماجور بيعطيني مثل شعور بالفرح، سلم الماينور دائما المينور بيعطيني شعور مثل حزن. فالموسيقى الماينور دائما فيها نوع من الحزن او نوع من الشرقي، يعني قريبه هي للموسيقى الشرقيه. يعني رح نعطي مثال على سلم اللا ماجور وسلم اللا مينور. الفرق هلا سلم اللا ماجور بيجي عندي في الموسيقى فيها فرح. نيجي على ماينور نفس العلامة بس على سكيل الماينور، على سلم الماينور. بينونه هذا فرحان، هذا فيه حزن. فالكوردات نوعين، معناته نشوف اول شيء الماجور وبعدين المينور، وبنشوف كيف كمان هاي الرشه اللي بدنا نتعلمها. نبدا اول شيء بكورد الدو ماجور. نمسك الدو على الوتر الخامس، والمي على الوتر الرابع، والدو على الوتر الثاني. ننزل من الخامس لتحت، هذا الدو ماجور. بنروح للري ماجور، نمسك الري على الوتر الثاني بالاصبع الثالث، وبنمسك الفا دييز، يعني الفا هون اول خانه، نحن بناخذ فا دييز ثاني خانه، وعلامه اللا على الوتر الثالث بالخانه 2 ناخذها بالاصبع 1. وبننزل من الوتر الرابع مو من الخامس، صار عندي اذا اول شيء الدو ماجور من الخامس لتحت، بعدين الري ماجور. هلا بنيجي بعد الري المي، ناخذ سول دييز باول اصبع على الوتر الثالث، وبناخذ المي وبناخذ فوق السي على الخامس، صار عندي. وبنزل من الوتر السادس لتحت كل الاوتار، هاي المي. إذن سول دييز ومي بإصبعي الثالث وسي بإصبعي الثاني، هاي مي ماجور. الفا ناخد بارة بأول خانة، يعني منسكر الأوتار كلها ومنحط علامة اللا على الوتر الثالث بإصبعي الثاني، ومنحط علامة الفا على الرابع بالصغير بإصبعي الصغير، ومنحط الدو على الخامس. يعني صار عندي بهذا الإصبع بمسك علامة اللا على الوتر الثالث، وبهذا الإصبع الصغير بمسك علامة الفا على الرابع، وبإصبعي الثالث بمسك علامة الدو على الخامس. وهون بارة مسكرة الأوتار كلها، كل الأوتار من ستة لتحت، أوكي. هلأ بنيجي للصول. يا بناخده صول باري، يعني مثل ما أنا ماسك بمشي خانتين الثانية على الثالثة، هذا صول ماجور. اوكي، يا في له طريقة تانية، بمسك الصول علامة الصول تحت بمسكها بإصبعي الصغير، وبمسك هون السي
على الخامس بإصبعي الأول، وبمسك الصول على السادس بإصبعي الثاني، وبنزل من السادس لتحت كمان. وفيني حط كمان هذا معهم الري، لأن الري موجودة من علاماته للكورد، يعني بصير كمان هذا الأصبع الثالث فوقه للصغير أو بدونه أو باري، نفس الصوت. أوكي، أو هون أو هون حطيت الأصبع الثالث. إذن إله أكثر من شكل الصول، يا باخده باري يا عادي. بعد الصول بيجي اللا، بمسك علامة المي اللي على الرابع بإصبعي الثاني، وتحت اللا وتحتن الدو دييز، يعني صاروا ثلاثة فوق بعض، وبنزل من الوتر الخامس. هاي اللا ماجور، وممكن اخده بدال هيك، ممكن الغي الاصبع الصغير ونزل هدول الاثنين واخده بالاول كمان بصير، حسب انا شو محتاج بالعزفة، يعني ما بيأثر. المهم انه هدول الثلاث علامات اللي فوق بعض، مي وتحت لا وتحت دو دييز. اوكي، بعد اللا بيجي عندي ضل كورد السي، يعني صاروا دو ري مي فا صول لا سي. السي باخد عندي بارا هون على الخانة الثانية، باخد بارا للوتر خمسة مش للستة، يعني ما بسكر الستة للخمسة. وبيجي هون مش بالخانة اللي جنب البارا، اللي بعدها باخد على الوتر الرابع علامة فا دييز، وتحت على الوتر الثالث باخد علامة السي، وتحتهم على الوتر الثاني باخد علامة الري دييز، يعني صار فيه فا دييز وتحت سي وتحت ري دييز، يعني هيك فوق بعضهم الثلاثة بالخانة أربعة، على الوتر أربعة وثلاثة واثنين. بس الفرق انه هيك مثل اللا ماجور، هلا اخذنا لا ماجور، الفرق السي انه هن ثلاثه فوق بعض بس معهم بارا بالخانه اثنين للوتر خمسه، وبنزل من الخمسه. تمام، من الخمسه مش من السته، هذا السي ماجور. تمام، هلا قبل ما ننتقل للكوردات المينور بدنا نحكي شغلة. هلا نحن المي ماجور قلنا انه هيك، هون اول شي بمسك سول دييز ومي وسي. الفا قلنا بارا وهيك، وقلنا الصول فينا ناخده هيك. طيب هلا اللا نحن اخدناه هون هيك ثلاثة فوق بعض، بس كمان بامكاننا لما وصلنا لهون صول نمشي بعد، مو الصول واللا بيناتهم بعد، فينا نمشي نص نص، هاي بعد بيطلع كمان لا ماجور، يعني مثل هاد بس طلع معي هون. بعد اللا ماجور شو بيجي؟ سي ماجور. قديش بين اللا والسي بعد؟ بمشي نص نص لهون، طلع السي ماجور اللي هو طلعته هلا انا هون، قلت لكم ثلاثه فوق بعض ومعهم بارا، بس فيني كمان انا طلعه هون. السي والدو نص بعد، بمشي نص بعد بيطلع الدو، هاي دو ماجور كانه هاد. اذا الاشكال المشهوره للكوردات هن هدول، دو الري هون، المي، الفا، الصول، لا والسي. ولكن اذا اخذت انا المي ماجور ومشيت فيها وصرت حط بارا ومشيت على الابعاد بيطلعوا مرة تانية الكوردات. فنرجع نعيد، مي ماجور، المي والفا قدي بيناتهم نص، بمشي نص وبحط البارا بيطلع الفا، فا والصول بعد
بمشي خطوتين للثالثة بيطلع الصول. الصول واللا بعد، بمشي خطوتين بيطلع اللا. لا والسي بعد، بمشي خطوتين بيطلع السي. السي والدو نص، بمشي خطوة طلع الدو. ونفس الشي الري بعد، بمشي خطوتين بيطلع الري. وهكذا على الأبعاد. إذا فيني طلع الكوردات بهالطريقة هاي، نفس الشكل تبع المي ماجور، وبمشي فيه على الأبعاد بس مع عبارة على الأبعاد، مين اللي بيناتهم نص بعد، مين اللي بيناتهم بعد. هاي بالنسبة لكوردات الماجور. نيجي لكوردات المينور. نبدأ بأول كورد اللي هو الدو مينور. دو مينور بمسك بارة بالخانة 3 للوتر 5، ما بمسك لفوق للسادس، للخمسة بمسك بارة، وبحط إصبعي الثاني على الوتر الثاني جنب البارة، هاي علامة ريدييز، وبحط الصغير على الوتر الثالث على علامة الدو، وبحط الثالث فوقه على علامة الصول، وبنزل من الخامس. شايفين كيف فيه حزن، بينما الدو ماجور كان فرحان. إذن الدو مينور بمسك بهالشكل البارة، هذا على الإصبع الثاني جنب البارة، وهذا على الثالث، وهذا على الرابع. هاي دو مينور. الري مينور بمسك هون علامة الفا بإصبعي الأول، وبمسك الري بإصبعي الثالث، وبمسك هون على الوتر الثالث علامة اللا، وبنزل من الرابع. شايفين كيف فيه حزن؟ الري ماجور كان فرحان، الري مينور. إذن بمسك الفا هون والري واللا، وببدأ من الوتر 4. هاي الري. المي تتذكروا هون مسكنا بالمي ماجور سول دييز، ومعه هدول العلامتين مي وسي. إيه هلأ الفرق بقيم السول دييز، بس بخلي المي والسي، وبنزل من السادس. هاي المي. الفا ماينور نفس الفا ماجور اللي أخدناه، بس من قيم الأصبع هاد، يعني بدون الأصبع الثاني، فبصير بينما لما كان في الثاني عطى شوية فرح، بدونه بصير هاي الفا ماينور. السول ماينور مثل البارة مثل ما هي، بمشي فيها للخطوة الثالثة للخانة الثالثة، وكمان كان السول ماجور معه إصبع تاني، منشيل الإصبع التاني بيبقى بدون إصبع تاني، بصير سول ماينور. أوكي؟ إذن فا. أوكي. لا ماينور نيجي هون نمسك دو بالإصبع الأول، وبنمسك اللا فوقه على الوتر الثالث بالإصبع الثالث، وبنمسك فوقهم المي، وبنبدأ من الخامس. شو بيفرق عن الماجور؟ كانت الدو بدال هاي اللي بالواحد، كانت بالصغير دو دييز. شايفين هون في حزن، هون في سعادة. إذن اللا ماينور دو ولا وفوقهم المي على الرابع، هاي اللا. نيجي للسي، ناخد بارع بالخانة 2 للوتر 5، وبناخد جنبه على الوتر الثاني علامة الري، وبالصغير بناخد علامة السي على الثالث، وبالثالث الإصبع الثالث بناخد علامة
الفا دييز على الرابع بهالشكل، ومن الخامس بنعزف. هاي السي ماينور، صار عندي دو ري مي فا صول لا سي، خلصوا هدول هني. هلأ مثل ما أخذنا قاعدة المي ماجور أول شيء إنه إذا مشينا على الأبعاد وحطينا بارة بيطلعوا الكوردات بغير شكل، هون كمان حناخدها مع اللا ماينور. اللا ماينور هو واحد وثلاثة واثنين، هلأ أخذناه. إذا غيرنا الأصابع مسكناه نفسه بهدول الأصابع، هاي لا ماينور. اللا والسي قدي بيناتهم بعد، فبمشي خطوة خطوتين، هاي بعد، وبحط البارة طلع السي ماينور، هلأ أخذناه. إذا بمشي نص بعد بين السي والدو، نص بعد بمشي نص بعد بيطلع الدو ماينور. الدو والري قدي بيناتهم بعد، بمشي بهالشكل هاد بعد كامل تطلع الري ماينور اللي هي هون أخذناها هلأ بهالشكل. فيني أخدها هون كيف بلشت لا ماينور، مشيت خطوتين بعد لأنه اللا والسي بيناتهم بعد بيطلع السي ماينور، بمشي نص بعد بيطلع الدو ماينور، بمشي بعد كامل يعني خانتين بيطلع الري ماينور. الري والمي بيناتهم بعد، بمشي خطوتين بيطلع المي ماينور اللي هو هون أخذناه، بس هلأ أخذ هون طلع معي. المي والفا قدي بيناتهم نص بعد، بمشي خطوة واحدة بيطلع الفا ماينور اللي هو أخذناه هون، هلأ طلع معي هون، بس البارة واصلة للخامسة. انتبهوا، الفا والصول بيناتهم بعد، بمشي كمان بعد تطلع الصول ماينور هون اللي هي. إذن المي ماجور واللا ماينور اللي تحته، المي ماجور واللا مينور، إذا بمسكن وبطبق الأبعاد مع بارة بتطلع الكوردات بترد مرة تانية بغير أشكالها اللي أخذناها هون. هاي بالنسبة للكوردات. هلأ بدنا نحكي عن هاي الرشة. الرشة هي عبارة عن بهالشكل، يعني إذا مسكنا أو مثلا الرشة هاي نسكر ايدنا بهالشكل ونعطي ضربة على الاوتار 6 و5 و4، بس ننتبه لشغلة، الضربة عبارة عن ببرم معصمي، مش كل ايدي تضرب، مش هيك، لا ايدي ثابتة والمعصم بيبرم. اوكي، بعطي ضربة على الاوتار، بعدين بفتح الاصابع اصبع اصبع، اي اي M I، صار عندي ضربة E A M I، بس ما بحاول انه اتمرنها فورا هيك لانه ما رح تزبط، بده يصير يطلعوا اصبعين مع بعض هيك، لانه الاوتار بالاصابع بتكون من جوا مربوطة ببعضها، بتلحق بعض الاصابع. لدرب انه فكهم عن بعض بفتحهم اصبع اصبع، اذا صار عندي ضربة بفتح اصبع اصبع. هلا بعد ما ضربت ورشيت بيجي عندي، أو بعد ما اضرب بفتح اي اي ام اي، البي بيعطي طلعة على الاوتار هيك لفوق، صار عندي. بعد ما طلعت يعني صارت الرش الجزء الاول منها ضربة وبفتح الاصابع وبكمل بالبي طلوع، بيجي عندي ضربة على الأوتار، هاي التسكيتة
اللي هي صوت الأوتار وقت يضربوا بالدساتين الحديد اللي الفريتات اللي بيفصلوا بين الخانات ضربة. إذا صار عندي ضربة ضربة وسكتت، بعد التسكيتة بطلع بالإبهام، بنزل بالسبابة بطلع بالإبهام. صار عندي ضربت ضربت سكتت طلعت إبهام، نزلت سبابة طلعت إبهام. انتبه على شغلة بالبداية، لما ضربت ورشيت والإبهام معهم، الإبهام كأنه لحاله مش بالأزمنة ماشي معهم، يعني مش هيك معهم، هيك بينكسر الزمن. ضربة هو كأنه بوقف نكشة وبعدين بطلع بالإبهام، مطرت شوي وطلعت بالإبهام. إذا ضربة سكتت بطلع إبهام، بنزل سبابة بطلع إبهام. بتصير أوكي. إذا بضرب بفتح E A M I B لفوق، تسكيتة طلعة نزلة طلعة. بنكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، ودوما جاهز للرد على أي أسئلة واستفسارات، وما تنسوا دعمنا دايما بلايك وشير وسبسكرايب، وأهم شي تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا كتير ومع السلامة.